السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب فكر عمران أحياء الأرض المواد. الأرض المواد هي الأرض الصحراء أو الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، سواء إن مفيهاش مياه أو إن الحجارة كثيرة فيها فمش قادرين يزرعوها. فعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم: لو كان المدينة جعلها كل الأرض لا يبلغها الماء. وقال يقود في معجم البلدان. صلى الله عليه وسلم لما جه مهاجرا المدينة قسم الناس الدور والرباع الأراضي، فخط لبني زهرة في نهاية مؤخرة المسجد، وكان عبد الرحمن بن عوف الحش المعروف به، وجعل عبد الله وعتبة ابن مسعود الرذلين الخطة المشهورة بهم عند المسجد، وأقطع الزبير من العوام قطيعا واسعا، وجعل طلحة بن عبيد الله موضع داره، وأبي بكر الصديق موضع داره عند المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع أصحابه هذه القطع، فمن كان في عفان الأرض فإنه أقطعهم إياه، ومن كان من خط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوا له. الأنصار تنازلوا عن بعض الأراضي للمهاجرين، وكان أول من وهب له خطة ومنازلها حارس بن النعمان، وهب له ذلك وأقطعه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: سواء كان إلى جنب قرية عامرة أو حيث كان، يعني ممكن يكون في الصحراء أو في وسط منطقة مأهولة بالسكان. وقد أقطع النبي عليه الصلاة والسلام الدور، فقال حي من بني زهرة، قال لهم بنو عبد ابن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، يعني ابعد عننا، لأن هو كان كفيف وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: فلما بتحسن الله إذن أن الله عز وجل لقدس أمة لا يؤخذ فيهم للضعيف حقه، وذلك دلالة على النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بالمدينة بين زهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل، وأن ذلك لأهل العامر، ودلالة على أن مقارب العامر يكون منه موت. يعني ممكن تكون في منطقة عامرة بالسكان وفي حتت مش مزروعة أو مش مبني عليها. قال الماوردي: وهذا صحيح، هذه المسألة تشتمل على فصلين، أحدهما في حد المواد إذا اتصل بعامر، والثاني هل يساوي فيه جميع الناس أو يختص به أهل العامر. فأما الفصل الأول في حد المواد فقد اختلف الفقهاء فيه، فذهب الشافعية أن المواد كله ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، سواء قرب من عامر أو بعد. وقال أبو حنيفة: الموات وكل أرض لا يبلغها الماء وتبعد عن العامر وليس عليها ملك لأحد. وقال أبو يوسف: أرض الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر وندب على صوته لم يسمعه أقرب الناس إليه في العامر. المنطقة اللي بعيدة بمسافة الصوت، استدلالا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض دعوة من المصر أو قال فيه من المصر فهي له. ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع بين زهراني عمارة الأنصار، ولأن البلاد المحيا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم على عهد خلفائه منتصرة العمارة متلاصقة الجذور، ولو كان على ما قالوا لوجب أن يفصل بين كل عمارتين بما ذكروا من تعتيه. روى سعيد بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. وقال عروة: إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا موتا فهو أحق بها. جانب هذا عن النبي الذين جاءوا بالصلاة عليه. روى البخاري عن انس قال: الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترك الارض بورا دون زرع. فقال في البخاري: من كانت له ارض فليزرعها، او لينحى اخاه، فان ابى فليمسك ارضه. كما روى النسائي وابن حبان وصححه عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميتا فله فيها اجر، وما أكله العوافي أي طير والسباع فهو له صدقة. وروى مسلم عن جابر مرفوعا: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: إلى يوم القيامة. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء أن رجلا مر به ويغرس غرسا بدمشق، فقال: تغرس هذا وأنت شيخ كبير، وزير لا تطعم إلا في كذا وكذا عام، يعني دي على ما تطلع هتبقى عندها 20 25 سنة. قال: وما كان وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. وكان عمر بن الخطاب بيساعد الرعية في غرس أشجار، فقال: يوم من لخزيمة بن ثابت، ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ قال: أنا شيخ كبير أموت غدا. قال: أعزم عليك لتغرسنها. وقام عمر وغرس الأرض مع صاحبها خزيمة بن ثابت. قال الإمام بن حازم: يأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس ويقطعهم الاقطاعات في الأرض المواد، ويجعل كل أحد ملك ما عمره ويعين على ذلك فيه لترخص الأسعار ويعيش الناس والحيوان ويعظم الأجر ويكثر الأغنياء وما تكفي زكاة. إحنا بقى العكس، بنفرض ضرايب. وكان من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الاقطاع من الأراضي البور لبعض الرجال الذين قدموا خدمات جليلة للدولة الإسلامية، فهي من جهة مكافأة لهم
ومن جهة أخرى تشجيع على استصلاح الأراضي وعمارها، وناتج عن ذلك أيضا نزع الأرض الموهوبة ممن لا يعمرها، وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تحقق المصلحة بل لم يعمرها مقتطعة له ولم يستثمرها فإنها تنتزع منه. يعني الحاكم ممكن يوهب أرض لحد عشان يزرعها، لو قعد كام سنة ما زرعهاش تنزع منه تاني. وفي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقطع احد الناس ارض معينه رقيق، فلما كان زمن عمر قال لبلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، وانما اقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد البقر. واشترط لاعتبار ارض مواطن ان تكون بعيدا عن عمران حتى يكون مرفقا من مرافقه، ولا توقع ان تكون من مرافقه، ويرجع العرف في معرفه مدى البعد عن عمران. وده مش شرط قوي، يعني في ممكن تكون ارض في وسط العمران ومحدش بيستخدمها، كما يرجع للقوانين التي سنها الحاكم لحفظ المصلحه العامه. وقد اتفق العلماء ان احياء الارض سبب في ملكيتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط اذن الحاكم لهذا التملك، فقرر ابو حنيفه رحمه الله انه لابد من اذن الحاكم، وقرروه لتعطى ملكيه الارض لمن احياها. اما الامام مالك رحمه الله فقد فرق بين الارض المجاوره للعمران والارض البعيده عنه، فان كانت مجاوره فلابد فيها من اذن الحاكم، واما ان كانت بعيده فلا شرط في اذنها. انا لو واحد راح للصحراء وزرعها خلاص يبقى الحته اللي زرعها دي بتاعته هو، وتصبح ملكا لمن احياها. اما بالنسبه للامام الشافعي وابن حنبل رحمه الله قرر ان اذن الوالي ليس ضروريا لاحياء الارض وتملكها، وذلك تشجيعا على استصلاح الارض. ولا يخفى على احد ان على كل دوله ان تقرر الراي الفكري الذي تراه متناسبا مع ظروف الزمان والمكان.